يعني بمعنى مثلا حديد مثلا كان السؤال لو انا فاكر كان سؤال اللي هو التراكتس افكتنج كيرنس بيزيز محدش يقول لي ايجنت بيولوجيكال فيزيكال كيميكال كلمه 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 كده ما ينفعش لازم اكتب لغايه اخر السطر بيولوجيكال از فايروس حتى يبقى فايروس انا كنت بكتب كده يعني انا عارف بس انا فاكر انا بقول لحضرتك السؤال انا عارف انا هتكلم ايه عايزك تكتب يعني تكتب في الامتحان طيب بصوا معايا احنا لو فاكرين زمان لما بدانا شابتر نيوتريشن اتفقنا مع بعض ان انا هدفي الاساسي از بالانس نيوتريشن والبالانس دايت اتكلمت عنه في الحصتين اللي فاتوا واتكلمنا عن الفيدنج اوف ذا فالا والجروبس واتكلمنا احنا ازاي نوفر للثلاثه بيكس المبرنه والاكتيفيتي اطفال سواء انفنتري سكول او ادوليسنس او الالدرلي اندر قلنا عكس البالانس نيوتريشن حاجه اسمها مان نيوتريشن واتفقنا مع بعض ان المان نيوتريشن هي مشكله كواليتي ولا كوانتيتي الاثنين او واحده فيهم يعني انا باكل اصناف الاكل كلها ولكن ميسنج حاجه واحده قليله او باكل الاصناف من ثلاث اصناف كويسين بس صنف رابع ما باكلوش عندنا فهي ميسنج حاجه من دول عندنا السيستم اللي طيب خدنا امبارح how can we assess the malnutrition the undernutrition او the overnutrition وبعد كده النهارده عايزين نتكلم مع بعض على malnutrition كحاجتين يا اما undernutrition يا اما overnutrition يبقى هكلمكم عن حاجتين يا اما undernutrition يا اما overnutrition الundernutrition هل هي undernutrition في الماكرونيوترينت ولا في المايكرونيوترينت وحضرتك الاوفرنيوترشن برضه في الماكرونيوترينت او في المايكرونيوترينت قصدك ايه بالماكرو والمايكرو؟ الماكرو احتياجاتنا منها بالجرامز كميات كبيره. المايكرو احتياجاتنا منها بالملي او بالمايكرو جرام احتياجاتنا قليله. ايه الحاجات اللي بتحتاج منها كتير؟ بروتينز، كربوهيدرات، فاتس. ايه الحاجات اللي بتحتاج منها كميات بالمايكرو جرام او بالملي جرام؟ الفيتامينز والمينرالز. سؤالي انت لما يكون عندك نقص في دي ولا دي؟ دي او دي؟ زياده في دي ولا دي؟ دي ولا دي؟ طب نقص الماكرو يعمل ايه؟ نقص الاول. بروتين ديفيشنسي يعمل لك ويستنج لو انت عندك اندر نيوتريشن من الكربوهيدرات او يعمل ديسوردر في الاطفال هاف مع بعض اسمه بي اي ام بروتين انرجي مال نيوتريشن عندنا اوكي طب نقص المايكرو كتير قوي زي ايه؟ قول لي نقص الفيتامينز والمينرالز ايرون ديفيشنسي انيميا فيتامين اي ديفيشنسي فيتامين سي ديفيشنسي سكورفي اي حاجه كل هذه كلها عندنا نقص الحاجات دي كلها في ايه؟ كمايكرو عندنا اكزامبلز مفتوحه عندنا العكس الزيادة عندنا من الماكرو نيوترينتس فاميلي ماكرو ها اشهر منها يا جماعة اوبستي صح 100% بتقولي اوبستي الناس اللي بتاكل كتير عندنا يبقى ده بياكل كربوهيدرات كتيرة بيعمل اوبستي مش بس كده زيادة الفاتس تعمل اثرو سكلروسس ممتازين طيب زيادة المايكرو ممكن تعمل ايه؟ هايبر فيتامينوز لو زودت الصوت الصوديوم ممكن تعمل هايبر فيتامينوز حاجات كده تعالوا مع بعض نتكلم عليهم واحده واحده قبل ما اتكلم عليهم بس عايز اسال ان جنرال وات ار ذا كوزز اوف اندر نيوتريشن ان جنرال وات ار ذا كوزز اوف اندر نيوتريشن عندنا الكتاب قال لك الكوز اوف اندر نيوتريشن قبل ما اتكلم عليهم كاكزامبلز قسم الكوزز لواحده من ثلاثه يا اما ايميديت كوز يا اما اندر لاين كوز يا اما حاجه سميناها الروت كوز عندنا الميديا كوز هي ايه؟ ايه السبب المباشر اللي يقول لك ان الراجل ده عنده اندر نيوتريشن؟ كلمه واحده. كلمه واحده. الحاجه الاساسيه تقول لك ان ده عنده اندر نيوتريشن في كلمه واحده. ما بياكلش. بس سبب انا بتكلم على كوز ما بياكلش. يبقى ده كوز انتيك. واحد بيقول لك انا ما باكلش فاكيد عنده اندر انا بتكلم عن اندر نيوتريشن. يبقى الدايركت المباشر او الحاجه دلوقتي اللي هو واحد ما بياكلش. ما بياكلش ليه بقى؟ ما بياكلش هو مش عايز ياكل ولا ما بياكلش عيان. الاثنين يبقى الميه كوز يا اما هو ما بياكلش عشان هو مش عايز ياكل او هو عنده عيان او عنده انفكشن. وسالنا السؤال ده زمان قبل كده واعيده تاني. هل الانفكشن هي اللي بتعمل مانيوتريشن ولا المانيوتريشن هي اللي بتعمل انفكشن؟ ازاي؟ طب ازاي المانيوتريشن تعمل لك انفكشن؟ هتقلل المناعه وبالتالي تبقى خليك عرضه للانفكشن. بالعكس هل الانفكشن تعمل مانيوتريشن عن طريق ابيتايت؟ ها؟ تعمل هتعمل مال ابزوربشن هتقلل الدايجيشن هتعمل بارازيتيك انفكشن اي حاجه في الاخر اللي هيحصل له يبقى دي عندنا بالنسبه لنا الايه؟ الميديا انفكشن
الاندرلاين افكت عشان تفهموها انا عايز اقول لك على حاجه عشان تفهمها بس الفرق بين الاندرلاين والافكت والروت كوزز عندنا الاندرلاين افكت على مستوى الفاميلي تقريبا اما الروت كوز على مستوى الكوميونتي او الكونتري تاني يبقى دي حاجه على مستوى الفاميلي او دي حاجه على مستوى الكونتري يبقى الاندرلاين كوز عشان نفهمها دي حاجه على مستوى الفاميلي ايه مشكله الاسره ماما ايه مشكله ماما اللي خلتنا يجي لنا اندر نيوتريشن مش اكل كويس ما فرضش اكل كفايه فود سيكيورتي ان ما كانش فيه اكل كفايه يعني ما كانش بيجيب لنا لحمه كتير ما كانش بيجيب لنا انسول يبقى واحد اثنين هل انت قصدك بعدم الاكل للاسره كلها ولا بسيكتور معين؟ يجري بياكلوا ناس اكتر من الناس ثانيه لا لا مش قصدي كده قصدي هل كل الناس انت قلقان عليهم في الاكل قليل؟ لا الناس دي اغلب الناس هم مين؟ لا لو حد باين انتوا بيعتني تشيلدرن او الاوبج من اول دول ثلاثه بيكس عندنا فواحد من الاندر لاين كوزز ان الفيوتش كريت عندنا قليله اثنين ما اهتمتش بالايه؟ بالفاليبل جروبس عند سواء بريجننت اكتيفيتي او اطفال او وات ايفر اتفقنا؟ الحاجه الثالثه هو عباره عن ايه؟ لو اديوكيشن ليفل طب برضه السؤال ايه مشكله التعليم في الموضوع؟ لو ما مش متعلمه ايه الفكره؟ مش عارف تاكلك ايه؟ الفكره مش عارف تاكلك ايه؟ احنا خدنا مايك بليت يسترداي مايك بليت اللي هو الاكل اللي طبقت كنا طبقه كوبايه الطبق يتقسم اربع ارباع حد فاكرهم؟ جزء فيجيتابلز والسيريز والبروتينز اللي هو اللحمه الخاصه بالدياب وكوبايه دايركت كوبس اللي هو اللبن او جبنه او زبادي او تقدر القصه ايه عندنا؟ فاحنا اتفقنا مع بعض على حاجه ان ده عندنا ما بيت لو ما مش متعلمه مش هتعرف القصه دي عندنا ايه عندنا؟ الحاجه الاخيره لو البيت مش نظيف انسانيتا انفايرمنت تاني البيت مش نظيف علاقته ايه؟ انفكشن ممتازه 100% يبقى حد يقول لي اربع اسباب الاندر لاين حد سمعهم واحد الفود سكريبت قليله اثنين سبيشال عالم البالانس جروبس ثلاثه لو اديوكيشن ليفل اربعه في الانسان في الانفيرمنت عندنا كل الكلام ده كله له علاقه بالبيت طيب على مستوى البلد ايه بقى اللي يعمل مشكله مانيتيشن في البلد كلها مش في بيتنا بس لو سوشيال كوميك ستاند ان البلد فقيره اصلا اثنين الاهم من ده كله البلد مزرعيه بالظبط لو اجريكلتشر برودكتس ان احنا عندنا بلد زراعيه اساسا فبالتالي ما عندناش محاصيل زراعيه ما عندناش ثروه حيوانيه ما عندناش انتاج قليل قوي ثلاثه حاجه اسمها انفيرمنتال ديجريجيشن يعني انفيرمنتال ديجريجيشن عارفين التصحر ان بيقولوا الارض الزراعيه ارض مباني فالرقعه الزراعيه بتقل فممكن تبقى البلد زراعيه بس المساحه المسموحه للزراعه مع الوقت ايه؟ تقل اربعه ممكن الورز الحبوب والديزاستر اند سو اون صح؟ وقت الحروب بقت تبقى انستيك محدش بقى فاكر يركز في الزراعه اند سو اون عندنا الحاله الاخيره البوبيليشن جروث يعني ممكن تبقى بلد زراعيه وعندك انتاج ومفيش حروب ومفيش تصحر ومفيش اي حاجه خالص بس ايه؟ عدد السكان بيزيد هو دايما المشكله في عدد السكان فيه ممتاز ممتاز كلمه محترمه هي المشكله في الريسورسز اجنست عدد السكان لو انت عندك ريسورسز يكفوا عدد السكان ما عنديش اي مشكله خالص لكن هي المشكله ايه؟ ان عدد السكان بيزيد بمعدلات اعلى من ايه؟ بالريسورسز اللي عندك يعني المفروض انك انت عندك بتبلل زياده الريسورس مع عدد السكان لو عدد السكان بيزيد قوي 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 والريسورس مش قادره تحقق الزياده تظهر هنا الايه؟ المشكله يبقى تاني حد يقول لي الروت كوز اللي هي ايه بقى؟ الروت كوز على مستوى البلد انت قلت لي ايه؟ واحد قلت لي ان في سوشيال ايكونوميك ستاندر اثنين ما فيش اجريكلتشر عندنا ثلاثه انفيرمنتال ديجريجيشن اربعه الحروب اند سو اون خمسه اللي هي الانكريز ان ذا بوبيليشن جروث ريت عندنا اتفقنا؟ دي سميناها الكوز ده سؤال نظري مهم وات ار ذا كوزز اوف اندر نيوتريشن ان جنرال وات ار ذا كوزز اوف اندر نيوتريشن ان جنرال عندنا اتفقنا؟ ده سؤال نظري مهم لازمكم بس يعني كانت خير في الحبس بس الفيلم بتاع يعني بتقابل فيه
ما بحبش انا مواد يعني سايكولوجي كده عامل لي ازمه رهيبه يعني كده تقريبا ولا هو ما اعرفش فاكت كذا اكتبها كذا اه يعني انا اذا ما انت وفقت مش ما انت وفقت خالص مش اي فاكت مادة دي ولا اي حاجه اه والله كده هو ده الدنيا قبل قوي يعني تعتمد على حاجات ثانيه كتير يعني في بارامترز كتير قوي عشان تجيب درجه فيها اولا مين اللي هيصحح لك من اخر السنه لو واحد مالجنت هيطلعك وواحد كويس هيظبط لك الدرجه بتتكلم النهارده عرفت اسباب الماني بريشر ايه او الاندر نيوتريشن وات از ذا افكت ايه اللي هيحصل لو الناس جالها اندر نيوتريشن هل الافكتس عندنا هتبقى دايركت افكت ولا ان دايركت افكت الدايركت مفهومه سيمبتومز وساينز اوف ديزيز عيان جاله ايرن ديفيشنسي انيميا ايه اللي من سنين اثر فيه يجي له بالون مش قادر يتحرك صح ليه سيمبتومز والساينز او الكلينيكال مانيفيستيشن اوف ديزيز طب ايه الدايركت هل المانيفيستيشن هيأثر في الموربيديتي والمورتاليتي او نوت موربيديتي ليه؟ مرفانا بالهاي فيها الانفكشنز والهايبرتنشن والاقوات كلها تحصل الناحية التانية أثر في المورتاليتي فاكين في الشارت في البروجرام كان من أسباب المورتاليتي والمورتاليتي كانوا زي بعض فاكين في البري سكول والأندر فايف لما قلنا إن كان أول سبب الجاستروانترايتس وثاني واحدة كانت الـ ERI وثاني واحدة كانت إيه؟ المانيتيشن فالمانيتيشن بيرسي إذا كوز أوف ماتيرنال مورتاليتي أو تشايلد مورتاليتي تفهم؟ يبقى دايركت افكت هو كلينيكال سيمتوم والساينس اون كلينيكال سب كلينيكال للمرض نفسه والسب كلينيكال اسف والاندايركت افكت ان يحصل لك موربيديتي ومورتاليتي عندنا يزيدوا بالذات في الفالر جروب زي الماتيرنال تشايلد طيب سؤال هاو كان وي بريفنت؟ بعد عرفنا الاسباب وعرفنا الافكت وات ذا بريفنشن اوف مان نيوتريشن؟ الموضوع ده يا جماعه صعب شويه هنعمله على مستوى فاميلي ولا كوميدي ولا الكونتري ولا الانترناشنال العالم هنروح على مستوى الاربعه هل على مستوى البيت عندنا هنعمل ايه طبعا على مستوى المجتمع اللي احنا فيه ولا على مستوى البلد كلها ولا على مستوى العالم كله يتكاتف من اجل حل المشكله المانيتيشن على مستوى احنا عندنا في الاسره نعمل ايه صح ما عنديش حاجه اعملها غير ايه ازاي education بس هي فكره نيوتريشن اديوكيشن للام افهمها البروبر كواليتي اند ايه كوانتيتي وارجع تاني اكد على مين في البيت الفاليوم جروبس الاب ما هوش دعوه الفاليوم جروبس اللي هي لو حد بريجننت لاكتيتنج او اطفال او لو اب عجوز في السن يبقى اهتمامك بالفاليوم جروبس بالذات في الاطفال تركز على بريست فيد البريست فيدنج والوينينج شفناها امبارح يبقى فكره البريست فيدنج والوينينج عندك يبقى تاني في البيت ما عنديش غير ان انا ايه ازود الاديوكيشن ليفلز خلاص واهتم بالفاليوم جروبس هنا في الاطفال اللي البريست فيدنج والوينينج يبقى ده في الفم طب على مستوى الكوميدي اكبر شويه نعمل ايه؟ 3 اس سوشيال سانيتال انفايرمنت عشان تقولها سوشيال ايكونوميك وسبليمنتيشن يبقى اعمل 3 اس وازود عليهم بريفنشن اوف انفكشن طب السوشيال ايكونوميك ديفلوبمنت تفرق معايا في ايه؟ انتوا فاهمينها دلوقتي ازاي؟ ايه بقى فكره سوشيال ايكونوميك؟ ناس معاها فلوس هتبقى ايه؟ هتعرف تجيب اكل وسبيشال اقول لكم معلومه كلكم تعرفوها ان الحاجات اوف هاي نيوتريشنال فاليو ايه غاليه يعني لو اتكلم عن البروتين لو عايز تاخد اسينشال امينو اسيدز خدها من هاي بولوجيكال فاليو بروتين اللي هو اللحمه والسمك والفراخ وتش اكسبنسيف مقارنه باللو بايولوجيكال فاليو عندك طب ايه السوشيال ايكونوميك سنتر انفايرمنت بتعمل معاك ايه بالظبط قلنا الانفكشن قلنا المانيتيشن سبلمنتيشن الاكل احنا خدنا سبلمنتيشن كتير صح ايه الفرق بين سبلمنتيشن وفورتيفيكيشن بالظبط ممتاز الفورتيفيكيشن بضيف حاجه على الاكل فاكين الملح بتاع الاكل عليه ايه ايودين يبقى ده اسمه the salt is fortified by iodine يبقى اسمها فورتيفيكيشن ان انا بديك الاكل بتاعك بس احط عليه element الزيت بتاعنا المفروض عليه فيتامين اي واي اللي هم الفات سولبل فيتامينز فاسمها فورتيفيكيشن سبلمنتيشن يعني خدي قرص الحديد تاخده كل يوم الصبح يبقى دي اسمها سبلمنتيشن اوكي يبقى دول الثلاثه وال prevention of infection عندنا طب على مستوى البلد نعمل ايه يبقى ليه على مستوى الكوميونتي ثلاثه اس وال prevention of infection على مستوى البلد اكل وعايز سكان عايز تعمل ايه تزود الاجريكلتشر برودكت على قد ما تقدر وتحاول تعمل كنترول الايه
انك انت بتزود عندنا الاجريكلتشر برودكت، واثنين بتحاول انك انت كنترول ذا بوبليشن جروث. دي فكره البلد على مستوى العالم. دي بقى منظمات كتير زي دبليو اتش او، يونيسيف، فاو، كل دي منظمات تتحد من اجل القضاء على الايه او حل مشكله الايه الاكل في العالم. اوكي، انتوا عارفين من احد مشاكل الاكل في العالم والعالم كمان بيحاول يحلها هي مشكله درجه الحراره جلوبال. انت ممكن تقول عايز اقول لكم ان كوكب الارض فعلا بيعاني من زياده ارتفاع درجه الحراره. يمكن انا اكبر منكم فاشوف زمان ما كانش عندنا الصيف بالقسوه دي، يعني دلوقتي الصيف بقى اكثر حراره والشتاء زمان كان ايه؟ لا بالعكس، الامر بكام كتير. يعني دلوقتي ارتفاع لما ترتفع درجه حراره الصيف فبتخلي الصيف اكثر عنفا والشتاء ايه؟ اقل بروده. لما ترتفع درجه حراره الكوكب الارض في الشتاء فده اللي بيخلينا اقول لك ايه؟ بيأثر في حاجات كتير جدا من ضمنها الاجريكلتشر او الزراعه. هم بيحاولوا يحلوا مشكله البيئه ازاي هم يكونوا بقى تربيه الحرب. اني هاو يبقى دي فكره مشاكل المانيبيليشن اربعه: فاميلي، كوميونتي، كونتري، اند انترناشونال. الفاميلي كانت قصه ايه؟ education سبيدنج وفالنبل جروبس. الكوميونتي سبلمنتيشن سوشيال اكونوميك سنتر انفايرمنت بروباجندا ديمنشن وفيكشن. البلد حاجتين يتزود الاجريكلتشر برودكت يا اما تحاول تكنترول البوبليشن جروث وتخلي الجروث عندك الانترناشونال زي ما قلنا الفاو والنسيف اند دبليو تشو. تفهم؟ طب تعالوا مع بعض ناخد بقى بعد ما خدنا المقدمه دي كلها ناخد اكزامبلز هنا واكزامبلز هنا. بصراحه انا هشرح هنا الاوبستي بس. لكن حد هنا اكزامبلز كتيره. انا اللي عايزه هنا الكلام ده يعني انتوا بتسجلوا؟ ممكن نبوظ التسجيل بس جاست فور سكند. اوكي؟ طيب نرجع تاني يا جماعه نكمل. انا عارف ان الكاسيت بس وقع شويه. بعد ما شرحنا كلينيكال سيمتومز وساينس بالتفصيل عشان الحاجات دي مهمه جدا طبعا لازم تبقى عارف بالظبط ايه كلينيكال سيمتومز وساينس. بعد ما قلت لكم بالتفصيل ورسومات على السبوره اعتقد لخصت كل السيمتومز والساينس عشان ده سؤال مهم في الامتحان تيجي دايما اللي هو كلينيكال سيمتومز اند ساينس بتاع اي حاجه بتاع مثلا بي اي ام التقسيمه بتاعته والكومبليكيشن حاجات دي مهمه ازاي تبقى دكتور من غير ما تعرف كل كلينيكال سيمتومز. تعالى مع بعض ناخد بقى حاجات ثانيه اللي هي الايديولوجي والبريفنشن بعد كده. نمسكهم واحده واحده. اول واحده بي ام. هنتكلم معاكم على اول واحده اسمها بي ام. واتس مينت باي بي ام؟ ده اختصار لكلمه بروتين انرجي مانيبيوليشن. ده مرض. على فكره في حاجه اسمها بروتين اند انرجي مانيبيوليشن. لكن البي ام ده ديس اوردر على بعضه هو مرض ليه سيمتوم وساينز وليه انواع. الاخبار السنه الجايه في الاطفال بالتفصيل ان شاء الله اسمها مراسمس وكوشاركر. والاطفال وليها سيمتومز وساينس وكلينيك وحالات اجوال كوبريشن. سؤال النهارده هقولها يا رب حد يشرح لي يقول لي ليه البيك او السن بتاع البي ام من 6 شهور لسنتين. يا رب حد يقول لي ليه. ممتاز. ده الويني ما كانش اول 6 شهور ليه. الواد البريست ميلك كان بيدي له احتياجاته الكفايه، لكن مشكلته بعد 6 شهور ايه اللي حصل؟ انا كده احتياجات الطفل بقت اكتر من البريست ميلك، فكان لازم الام تاكله من بره. طب الام عملت ايه؟ ما اكلتوش كويس، ادته كل ميه رز، ادته بطاطس مهروسه. الله، ده انرجي يا ماما، ما فيها بروتين في الموضوع. فاهمين قصدي ازاي؟ فهي جهل الام هي اللي عملت البي ام عندنا. البي ام عندنا لما بيحصل عندنا الطفل ما بياكلش بروتين وانرجي، واحد يرد عليا، بيرد ياكل ايه؟ صح؟ بياكل ايه؟ ما هو انرجي اللي هي باخدها من الكربوهيدرات والفاتس والبروتين ما بياكلش، صح ولا غلط؟ ايه اللي انت متوقعه في الطفل اللي عنده بي ام؟ ريتارد الجراث ويت اند هايت، صح ولا غلط؟ ويت اند هايت. وهنا حته مهمه قوي عايزكم تعرفوها، ازاي اديتكت البي ام بدري؟ لو حد شاطر يقولها لي. ممتازه 100% الجراث شارت وليس سيمتومز وساينس. للاسف الشديد لو انت شخصت البي ام عند مرحله سيمتومز وساينس الواد محتاج اسابيع عشان يرجع نورمال. فلذلك لو انا بتابع جراث شارت بدري هلحق اشوف الواد ده بسرعه في اول ما يظهر عليه بي ام. فانت متخيله ان امتى بيبقى الطفل اللي عنده بي ام؟ لو وزنه او طوله او الاثنين اقل من كام؟ اللي هو الكيرف اللي هو كان اسمه ماينس 2 ستاندرد ديفيشن، صح ولا غلط؟ طيب انا عندي كام كيرف؟ ممكن احط فاكرين الكيرف؟ اه مش الكيرف عندنا اللي هو ده فاكرينه؟ كان ده الايج. كنت يا اما احط ايج ابوز اوبوز الايج او على فكره ممكن احط بيك بوز في الايج. طب ايه الفرق بين رئيس البيت او رئيس الوقت؟ الويت لازم يبقى الويت. قال لي الويت بيديتكت اكيوت هيلس والهاي بيديتكت كرونيك. يعني عشان يحصل له ريتارديشن اوف ذا جراث في الويت بيبان خلال ايام فدي اكيوت. لكن عشان يحصل له ريتارديشن في الهاي بيديتكت اسابيع او شهور.
عشان بنسميها كرونيك اليسا. طيب المصطلحات دي مهمه. لو الويت بالنسبه للايج اقل من 2 ستاندرد ديفيشن اسمه اندر ويت. ممكن بقى نشرح كنت قلت لكم هناخدها في البي ام. اوكي تاني يبقى لو انت حطيت الايج اجينست الويت وطلع اقل من 2 يبقى اسمه اندر ويت. طب الايج اجينست الهايت اقل من 2 اسمه ستاندرد جروث. تاني يبقى الويت اجينست الايج اسمه اندر ويت. الهايت اجينست الايج اسمه ستاندرد جروث. الويت اجينست الهايت اسمه ويستد تشايلد. طبعا احنا فاهمين دلوقتي ان استخدام الويت بيديتكت حاجات ايه؟ اكيوت. واستخدام الهايت بيديتكت حاجات ده الكيرف ده الجدول اللي عايزه مهم قوي قوي يعني. واحنا فاهمين ليه اقل من 2 ستاندرد ديفيشن فاهمين المره اللي فاتت. اتفقنا؟ كفايه البي ام كفايه البي ام. نخش على الانيميا. الانيميا عندنا الانيميا يعني وات الديفينيشن اوف انيميا. كفايه نخش على الانيميا على طول. قول لي بس اللي انا شايف اكتر من كده في البي ام في الجدول ده فقط. الانيميا حد يقول لي انواع الانيميا ايه؟ يعني ايه انيميا الاول؟ هيموجلوبين ليفل اقل من بالظبط اقل من النورمال اللي هو لو طفل صغير يبقى اقل من 11 الراجل اقل الراجل الرجال عندهم 13 او 14 المات اقل عشان المنسس يعني اقل من النورمال ليفل عندنا. الانيميا ليها اسباب كتير انا هتكلم على سيكتور اسمه نيوتريشنال انيميا. انا بكلمكم على نيوتريشنال انيميا. يبقى النهارده اللي عنده الاكل عندنا قليل واشهر حاجه في النيوتريشنال انيميا هي مين؟ الايرن ديفيشنسي. اشهرهم الايرن ديفيشنسي. ممكن اسالكم سؤال؟ السؤال ده مهم قوي. السؤال ده مهم في امتحان كتير. What is the causes of iron deficiency anemia؟ انا عندي general causes لكل الناس وعندي اسباب الامهات بس وعندي اسباب الاطفال بس. يبقى عندي ثلاث اسباب او ثلاث مجموعات من الاسباب من iron deficiency anemia. general causes for all population، maternal causes لو حامل او lactating، والاطفال لهم اسباب خاصه بيهم. طيب حد شاطر يقول لي what are the general causes؟ اقول لك على حاجه عشان تفهموها. الايرن خدته كانتيك جوه جسمك حصل له ايه؟ ابزوربشن. خدت منه اللي انت عايزه البيع حصل له ايه؟ لوس. مع ستورج وباي لوس صح. هو ستور فين؟ زياده تمين. معنى كده ايه؟ ان اسباب الان ديفيشن سليم يعني. Decrease intake. Decrease absorption. Decrease loss. صح. Decrease intake بينه وبينك اقول لك كلمه بس مش هقول لحد السر بينه وبينكم. مشكله مصر مش ناقص الانتيك بينه وبينكم. Increase required. فاكرين ما قلت لكم قبل كده؟ البنت بتقول لك 25 سنه باكل بنفس الطريقه ما حصلليش حاجه. يوم ما بقيت حامل جالي الان ديفيشن سليم يعني. يبقى هي قصه ايه؟ هي مش عشان قليله الانتيك، هي ريكويرمنتس عليها ايه؟ زادت. اوكي؟ طيب انا ما عنديش مشكله في الانتيك في مصر، بدليل امبارح لما اديتكم الفود بالانس شيت لقيت ان الانتيك اوف ايرن ايه؟ كان كويس، كان نورمال او اكتر، فما عنديش مشكله في مصر عشان الانتيك. اوكي؟ المشكله عندنا فين؟ في الابزورشن. افريج اونلي 10% اوف دايت الايرن اللي بتاخده بيحصل له ابزورشن بس. وفكره الابزورشن تحسنه انت محتاج ايه؟ امينو اسيدز اللي في الانيمال بروتينز. اللي هي بين قوسين اكسبنسف، اللي هي بين قوسين مش ناس كتير بتاخدها. فبالتالي اعتمادنا في الايرن على ايه؟ حاجه ويا ريت تشوف بتاعها اصلا موجوده ولا ماشي. زادت نص يعني حصل ايه؟ بالظبط بليدنج. والدليل ايه؟ ان النورمال هيموجلوبين ليفل في البنات اقل من الولاد. مما يدل ان في عندك لص في عندنا في البلد بيقلل لك نسبه الهيموجلوبين ليفل عندنا. طيب دي جنرال كوز. طب ايه المشكله في الام لوحدها؟ بالاضافه الى الجنرال كوزس. طبعا ام قصدك ايه بالام؟ خدنا ام سي اتش بريجننت او لاكتيك صح ولا ده انا قصدي بيه؟ مش قصدي ان هي اللي هي بريجننس ليبر بيكوريو. انا مش بتكلم على كل الستات، انا بتكلم على الفترات دي بس. ايه مشكله الامهات عندنا؟ لا كوايرمنت زي بريجننسي ماشي من هنا اه تمام. الامهات مشكله زياده ما يقارن ممتازة. يعني قصدك ايه؟ repeated short spaced pregnancies. قالت لي كلمة زيادة عندنا ان هي الفكرة ايه؟ لو الأم كانت التزمت بالحمل
وخدت سبلمنتيشن وريحت سنتين ثلاثه ادت فرصه انها ترجع للبادي ستورز ودخلت في حمل ثاني وثالث ورابع كانت زي الفل. بس المشكله عندنا في ايه؟ ان هي ما ريحتش، دخلت في حمل ورا حمل ورا حمل ورا حمل. عشان كده بقول عندنا فكره الامهات هي ريبيتد شورت سبيس بريجنسيز، انها عندنا او ان سبيس بريجنسيز لو هتكلم عندنا يبقى عندها حمل متكرر عندنا، فبالتالي ما لحقتش ترتاح من الحمل والثاني عندنا. دي مشكله الام الاساسيه صح ولا غلط؟ يعني ما استخدمتش الفاميلي بلاننج ميثود. طب ايه مشكله الطفل؟ اللي هيقول لي اول مشكله بريماتشورتي. ها؟ بريماتشورتي. ممتازين 100%. اول مشكله بريماتشورتي. اول مشكله بريماتشورتي. تاني مشكله؟ سيفير ماترنال. ايرن ديفيشنسي انيميا اف مادر. بس احنا فاهمين دي تاني مشكله مش اول مشكله. لان فاكرين لما قلت لكم زمان ان الولد هياخد من مامته حتى لو بس سورس ثلاثه قليله. بس لو سيفير قوي. اللي بقى سيفير. عشان كده تلاقي اول كلمه الكتاب كاتبها لك بريماتشورتي. يعني ايه بريماتيوريتي؟ نزل قبل الاسبوع الكام؟ 37. وايه الفتره اللي كان هيحتاج فيها ياخد البادي ستورز؟ فنزل بدري، لكن لو كان كمل كام؟ خد من البادي ستورز اللي عايزه. يبقى دي عندنا بريماتيوريتي او ان ليكويد او الانفشن ثاني اوف ذا مدر، او بقى لو عنده الحاجات الجنرال ان ليكويد انتيك، عنده مشكله في الابزوربشن، عنده انفكشن او غيره. بس دي حاجات سبيسيفيك بالنسبه له. اتفقنا؟ يبقى دول عندنا الكوز فور انفشن ثاني. سهلة كده؟ طيب البي 12 والفوليك اسيد الكتاب ما شرحهاش الحمد لله. فيتامين اي الكتاب ما شرحوش. الايودين الكتاب ما شرحوش الحمد لله. او هو شرح كلينيكال سيمتوم سايت احنا شرحناها من شوية فاكرين؟ يعني الحاجات الكتاب شرحها كلينيكال سيمتوم سايت احنا شرحناها من شوية. فاكرين حتى لما كنا شرحنا رسمة الجويتر ديت اللي هي السيمتوم قعدنا نشرح لكم عليها وعلمتكم ازاي تكزامن الجويتر. خلاص خلصنا الكلام ده كله. الريكتس طبعا شرحنا الكلينيكال سيمتومز وساينس كلها الحمد لله شرحناها بالتفصيل بالاربع رسومات. يمكن حتى قلت الرسومات اللي على اليمين اهم شويه لو انتوا فاكرين، قلت اللي على اليمين نظري واللي على الشمال ام سي كيو عشان برضه تبقوا اوير اكتر بالحاجات النظري والام سي كيو. طيب ناخد بقى قصه الريكتس او الديفيشنال بون ديزيزز. ريكتس اوستيوماليشيا اوستيوبروزس. عايز افهم هو بيني وبينكم المهمه فعلا في الامتحان بشكل كبير اوستيوبروزس، بس عايز افهم ايه الفرق بين ريكتس واوستيوماليشيا اوستيوبروزس؟ ايه فكرتها؟ طب خليني اقول لك على حاجه بس من وجهه نظرنا احنا في حاجه. البونز هي السكيلتون اللي شايل الجسم. فهي تركيبه الجسم الاساسيه هي عظم. العظم ده شايل عليه ايه بقى؟ المسلز والبينز والنورفز والاورجنز شايل كل حاجه. فهو المين بارك بتاعك هو العظم. بالظبط زي ايه؟ زي الحيطه. دي المين كومبوننت شايل عليها بقى السلوك واللمبه والتكييف ومش صح؟ لكن الكومبوننت الاساسي بتاع البيلدنج هو الحيطه. طب نمسك الكومبوننت ده بيتكون من ايه؟ الحيطه بتتكون من ايه؟ ايه المين كومبوننت بتاع الحيطه؟ طوب صح ولا غلط؟ طب انا هقول لكم على حاجه، انا هجيب بقى شويه طوب فوق بعضه، احط طوبه فوق طوبه فوق طوبه، بقت حيطه؟ محتاج حاجه ايه؟ نمسكهم مع بعض اللي هو اسمنت. قلت طب خلاص هجيب طوبه شويه اسمنت، طوبه شويه اسمنت، طوبه شويه اسمنت. هنمسكهم مع بعض؟ ايه ده؟ طب ما الاسمنت موجود، ما الاسمنت هو الماده اللي بتلزق الطوب في بعضه. طب ليه الاسمنت مش بيلزق؟ طب محتاج حاجه تدوبه، حاجه تعمله بريسبتيشن على الطوب اللي هي ايه؟ الميه صح؟ محتاج ان انا يبقى اذا السؤال في حاجه عشان تعمل حته محتاج طوب وعايز تخلي الاسمنت يمسك في بعضه بتجيب عايز طوب اسمنت وعايز ميه تدوب الاسمنت عشان يمسك الطوب في بعضه. جبت ثلاثه كومبوننت ايه اللي حصل؟ اتعملت الحته. العظم ايه المين كومبوننت؟ ايه الطوب بتاعه؟ بروتينز. ما ده ماكرو. ايه اللي بيخلي البروتين يمسك في بعضه؟ كالسيوم. طب الكالسيوم لوحده ما يقدرش يمسك البروتين في بعضه الا في وجود مين؟ ممتازه الفيتامين اللي هو الميه دي اللي بتدوب الكالسيوم بتخليه يمسك في الطوب عندنا. لذلك انا عايز اقول ان العظمه متكونه من ثلاثه نيوترينز اساسيين، بروتين المين بالك، كالسيوم هيمسك البروتين بارتكلز في بعضها، فيتامين دي دوب الكالسيوم يخليه يمسك في الطوب عندنا. فلو بصيت النهارده على رسمه، همسح السبوره خلاص، العظم متكون من فيتامين دي، كالسيوم، وبروتينز. نقص الفيتامين دي بيعمل مرض اسمه ريكتس. على فكره بس ما اكمل لكم القصه دي، مين من الثلاثه مهمه عشان العظمه تتكون؟
يعني عايز تقول ان لو واحده فيه نص ده اللي يحصل مش تبقى عظمه كويسه ممتاز يعني نفس القصه في الحيطه عندك اسمنت كتير وطوب كتير بس المايه قليله مش هيكس كويس يا يعني دكتور ما الاسمنت موجود هو ايوه بس فيه ينزل طب المصيبه الاكبر في ايه لو مفيش بروتين لو مفيش الطوب ايه اللي هيحصل مش كده اصلا الحاله تبقى ايه لو او الطوب قليل ايه اللي هيحصل حته ضعيفه جدا ده هو الكومبوننت الاساسي مش موجود عندك فالريكتس ناقص الفيتامين الاوستيوماليشيا ناقص الكالسيوم ناقص الكالسيوم والبروتين مع بعض اسمها اوستيو بروسس عشان كده دايما قلقان من مين عارف يعني ايه كالسيوم وبروتين قليلين عارف يعني ايه الطوب والاسمنت قليل اصلا معناه ايه فين الحيطه فاهم قصدي فين الحيطه ده الحاجات الاساسيه مش موجوده عشان كده لما كنا بنقول ان بتحصل باثولوجيكال فراكشن صدقوني لما تقول ان العين دوت العظم بيتكسر بسهوله ما هو مفيش اصلا حاجه عظم ضعيف رخو عظم ضعيف قوي اوكي طيب يبقى دي عندها نقص الثلاثه عندنا عايز اقول كلمه من التاريخ هو نقص مين يعني في يوم من الايام بقول لك ريجلز هي نقص الفيتامين دي مين الكالسيوم هي نقص الاوستيوميليشن نقص الكالسيوم مين يعني ايه مين لما نحكي ان لو العين عندها كالسيوم قليل ان كل حاجه نورمال فلما عندها سنترين برضه ايه قليل اوكي طيب انا قلت الكالسيوم الاوستيوميليشيا الريكتس انا قلت اللي هاخدها مين بقى بالتفصيل الاوستيوبروزس اوكي سؤالي اللي هاخدها بالتفصيل هشرحها بالتفصيل عشان دي مهمه قوي الاوستيوبروزس سؤالي في الاوستيوبروزس وات ذا ديفينيشن اوف اوستيوبروزس الفيشن ديسوردر العيان تعاني نقص من ايه بروتين وكالسيوم فيؤدي ان البون دينستي اخبارها ايه تقل اقل من 2 او 2.5 ستاندرد ديفيشن وهنفهم ايه ستاندرد ديفيشن بعد كده عندنا اوكي فدي فكره الاوستيوبروزس عندنا مش مهم تقسيماتها مش مهم السيمبتومز والساينز السؤال النظري اللي عايزه وات ار ذا ريسك فاكتورز مهم قوي 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 في الاوستيوبروزس اسباب الاوستيوبروزس لو هتكلم على اوستيوبروزس هقسم الاسباب لاربع حاجات يا اما موديفايد ريسك فاكتورز او ان موديفايد ريسك فاكتورز او ميتابوليك بروبلمز او دراجز او ادرس زي كده بنسميها ادرس او دراجز بنتكلم عن اربع مجموعات قبل ما اتكلم عن هو ريكتس من سن كام من 6 شهور لسنتين اللي هو سن الوين بالظبط سن الوين وسن الولد ما كانش بيتعرض فيه للشمس مش الفيتامين دي المين سورس بتاعها الايه الشمس الولد لسه في الفتره دي لسه ما بيلحقش يتعرض للشمس خايفين عليه قاعد في البيتول يوم يمكن لما يكبر شويه يخرجوا بيه ويتحركوا بيه انسوا عنه وفي نفس الوقت ان الناس شويه احتياجاته الكفايه من الفيتامين دي قصته مانيش اكتر فين الستات الحوامل الريبيتد بريكنسيز ممتاز طب القصه البروسيس ليه؟ الأولد إيج والستات يعني الأولد إيج والستات هقول لك ليه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق لك في العظم دايناميك انفايرمنت اسمها اوستيو بلاست واوستيو بلاست وانتوا اطفال صغيرين اللي كان شغال اكتر ليه؟ عشان تكبر عشان العظمه تكبر عند سنكم دلوقتي سن العشرينات وبدايه الثلاثينات سنكم ده مين اللي شغال اكتر؟ كلاست وانت عندك 20 سنه زي بعض ليه؟ خلاص تمنتين بقى كده تمنتين تيجي عند سنه 33 34 سنه تبدا ايه اللي بيحصل؟ مين اللي يبدا يزيد في شغل؟ اوستوكلاست عشان ده جسمك ما انا قلت حياتك ماشيه بالكورف حياتك ماشيه كده كل حياتك ماشيه كده صح؟ تبدا ضعيف تزيد البيك بتاعتك عند سن كام سنه؟ 18 20 عارف 25 معنى 25 تبدا الديكلاين 20 40 فلما بلغ اشد هو بلغ 40 ده البيك بتاعتك اللي بعد ال 40 اللي يحصل في جسمك ديكلاين كل حاجه كل الفيزيولوجيكال فانكشن تبدا تديكلاين بس فيها معدل الديكلاين اخباره ايه؟ قليل ها؟ قليل؟
بيختلف حسب ايه؟ واخد اللايف ستايل بتاعتك، واخد بالك من نفسك and so on. فدي لكن ديفنتلي في ديكلاين، ديفنتلي في ديكلاين. لكن الفكره ايه؟ كل ما تقدر تحافظ على اللايف ستايل احسن، كل ما الديكلاين قل، لكن لازم يحصل ديكلاين. المهم فباجي بقول ان الاوستيوبروزس، ان الاوستيوكلاست تبدا تتفجر عند سن ال 40 وتبدا تشتغل. لكن في ميزه عند الستات او عند الرجاله برضه، ان عندنا حاجه اسمها سكس هرمونز اللي هي الاستروجين والايه؟ والاندروجين. اوكي؟ السكس هرمونز تعمل ايه؟ بتقف قدام الايه؟ الاوستيوكلاست. اقفي ما تكسرش في العظم، اقفي ما تكسرش في العظم. عشان كده لما اقول لك ان الاوستيوبروزس كومن في ستات البوست منبوزه اللي انت تفهمها، بوست منبوزه اللي هي عند سن الايه؟ ال 40. فانت بادئ اوريدي اصلا اوستيوكلاستيك اكتيفيتي تقل. والحاجه الثانيه الاستروجين بيبقى ايه؟ اختفى خلاص او قل جدا. فلما الاستروجين قل اللي كان واقف قدام الاوستيوكلاست بيوقف عن شغلها، فالاوستيوكلاست بتاخد حتى اكثر في الشغل، تبدا الاوستيوبروزس تزيد عند سن 60. طب ليه مش بتبقى كومن في الرجاله قوي؟ بتفضل في الرجاله كتير، عشان كده عنده دايما سكس هرمونز موجوده. فبتبدا بقى ترصد الصراع بقى ما بين ايه؟ ان السكس هرمونز لسه بتحاول تقاوم، لكن غصب عنك الاوستوكلاست بتزيد مع الايه؟ مع الوقت. فممكن في الرجاله ممكن، بس في الستات از مور كومن. اتفقنا؟ فهمت فكره الاوستوبروزس؟ طيب نرجع بس نقول الاول، انا عندي اسباب موديفايد او ان موديفايد. يعني ايه موديفايد؟ حاجات لما اقول لك ان اسباب الاوستوبروزس نقص الانتيك اوف كالسيوم بروتين، غيرها ولا لا؟ ها اعمل ايه؟ كل لحمه وكل اشرب لبن. طب لو قلت لك في الاموليفايد الستات اكتر من الرجال، اعمل الاموت ستاتيك، حاجات ما اقدرش ان انا اعمل، قصدي في حاجات ما اقدرش ان انا ايه اغيرها. طيب في الاموليفايد الموديفايد دايما ترتبط باللايف ستايل، صح؟ والاموليفايد ترتبط بايه؟ انا كهوست. يعني ايه موديفايد؟ زي الدايت، فيزيكال ان اكتيفيتي، ونفسها انت لايف، والسموكينج، والالكوليزم. نمسكهم واحده واحده. على فكره مرتبطين ببعض، واحد ما بياكلش كتير، ما بيتحركش، بيشرب سجاير، لو انتوا واخدين بالكم. ايه مشكله الاكل عندك؟ ايه مشكله الدايت؟ الانتيك قليل من البروتين والكالسيوم، ممتاز 100%. طب ايه مشكله الفيزيكال اكتيفيتي؟ ما بيتحركش. قالوا لك ان الموفمنت از ابون ريزيرفنج فاكتور، كل ما تتحرك كل ما بتحافظ على عظمك كويس. الفكره الفيزيكال اكتيفيتي او السيدنتري لايف هي موجوده بينه وبينك لو عين برونج ستي بيدريدن، زي ان بيجر ورا بيجر بيجر اوبريشن عليك تستير فتره طويله، وده اللي بيخليهم دايما يستخدموا العلاج الطبيعي ويحركوا انسولين عشان ما يبقاش جسمك ثابت في مكان واحد. سموكينج والكوليزم ليه؟ قال لك ان السجاير والالكوليزم بيزود الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، فانت بتساعد البون ديستركشن النيوزين بشكل كبير قوي. اتفقنا يا شباب؟ طيب ده بالنسبه لنا از موديفايد. الاموديفايد هم الايج، 6 فاميلي هيستوري، ديليت بيوبرتي، او عايز اسميها ايرلي ميني بوز. Early menopause. حد يشرحوا لي في الايج انا سن اكتر؟ فوق ال 40. ليه؟ ممتاز. انا سكس اكتر؟ ليه؟ الاستروجين قليل. الحاجه الثانيه البون دينستي اصلا والبادي فريم في الفينيل مقارنه بالرجاله ايه؟ اقل. وبالتالي ايه؟ اللايف والاوستروجين هتزيد، لان كنت اوريدي عندك البون دينستي اصلا قليله، فبالتالي مش مستحمله ان العظمه كمان تقل كمان زياده. طيب في فاميلي هيستوري طبعا بوسيبل. دايما الفاميلي هيستوري قد يكون ترو جينيتيك، او بينه وبينكم الفاميلي هيستوري هو مش ترو جينيتيك على قد ما هو شيرنج ايه؟ نفس اللايف ستايل عموما، نفس اللايف ستايل عموما. هو غالبا الابن بيشرب سجاير، ابوه بيشرب سجاير، اللي ما بياكلوش كلهم ما بياكلوش زي بعض، لو ما بيلعبوش رياضه هي غالبا بتبقى الغالب نفس الباترن عندك. دي بيبرتي او ايرلي ميني بوز ليه؟ لاس ستايل الوقت اللي انت قعدت بيه الاستروجين او قعدت بيه الاستروجين اقل. الاولي منبوز انت حرمتها من الاستروجين بدري، الاستروجين كان واقف حمايه اجينس الاوستوبلاستيك اكتيفيتي يعني. اتفقنا؟ دي الاموديفايد ريسك فاكتورز عندنا. ميتابوليك قال لك زي الهايبر ثايرويديزم، هايبر بارا ثايرويديزم، او الدايبيتس ميليتس،
الكلام ده كله كان بيؤدي الى نقص او كان بيؤدي الى زياده الاوستوبلاستيك اكتيفيتي. اخر حاجه بعض الدراجز زي الكورتيكوستيرويدز او جابرين او ايفر الحاجات دي برضه بتعمل بون ديستراكشن بشكل كبير قوي. طب احنا سهل الاسباب، يبقى عندي اربع اسباب للاوستوبلاستيك: موديفايد ام موديفايد ميتابوليك ودراجز اند. سؤال بعد كده، وات ذا بريفنشن اوف اوستوبلاستيك؟ اللي فيه بالكوز هو اللي يقول البريفنشن، اللي فيه بالكوز هيقول البريفنشن. عندنا ايه؟ نتفق مع بعض البريفنشن بقسمه نعمل البرايمري سكندري تيرشري. البرايمري بالنسبه لك ممتاز حضرتك دول اللي عايز اقول لكم حاجه خليكم اسكيب. انا غير دول بس تارجتنج دول. طيب الناس ازاي؟ يعني هقول لك اهتم باكلك، هقول لك واحد اهتم باكلك كل بروتين وكالسيوم، العب رياضه، اعمل فيزيوثيرابي، بطل سجاير والكوليزم، صح ولا غلط؟ الكلام ده مهم جدا بس تركز على مين؟ على الناس اللي فوق ال 40 سنه، البنات اللي عندهم فرد اسمه اللي بياخدوا ادويه، فاهم قصدي؟ يعني تركز على الناس دي. يبقى دي قصه ان انا ايه؟ ده البرايمري بريفنشن. يبقى البرايمري بريفنشن ما عنديش اي حاجه ان انا ادي هيلث اديوكيشن للناس ان اغير الريسك فاكتورز اللي كانت موجوده عندي. سهله؟ طيب ايه السكندري بقى؟ بالظبط، واعمله ازاي؟ الديتكشن. فكره الايرلي ديتكشن انك انت بتشخص المرض بدري. عارفين انا يمكن دسمت النيكو ده في مرض او في مرض مخصوص في الرسم ده من اشهر الاماكن اللي بتيجي هي النيكو ده في مرض. وانت عندك جسمك وزن جسمك اللي فوق كله متركز 50% على النيكو ده في مرض اليمين و 50% على النيكو ده في مرض الشمال بالظبط 50% هنا 50% هنا. فاللي بيحصل ايه كلاسيكال في الناس الكبار بالذات الستات مع الوقت البول دينستي اخبارها ايه؟ بتقل بتقل عند النيكو ده فيما لغايه ليفل ايه اللي بيحصل؟ مش قادر تشيل الجسم والجسم لسه بيحمل عليها، فايه اللي بيحصل؟ بنسميه باثولوجيكال انفكشن. فتلاقي الداتا الشيء بتقول لك يا ابني وانا رايح اتوضى عشان اصلي وقعت فاتكسرت. فانا ليه يا تيتا لا ده انت ايه؟ العكس انت اتكسرت فوقعت. فهمت الفكره عندنا ازاي؟ فلذلك تشخيص الاوستيبروس ما تنساش الكلينيكال سيمتوم ساينس. اشخصها بدري بحاجه اسمها الدكس سكان ان انا اقدر اشوف ايه دكس سكان ان انا اشوف البون دينستي واشخصها بدري. يبقى ايرلي ديتكشن ثرو اكزامينشن ثرو سكريننج اند سو اون. وانت لو عايز تعمل سكريننج دايما فوكس على الناس البري منوز اللي عارف الستات اللي عندها سن كام؟ 40 41 42 دي الستات اللي انت هتفوكس عليها في الايه؟ في الاوستيوبروزس عندك. اتفقنا؟ كده خلصنا بالكامل الاوستيوبروزس. سهله؟ انا كده شرحت معاكم مين؟ الاندر نيوتريشن. انا قلت لكم هاخد الجوبر نيوتريشن اكزامبل واحد بس اسمه ايه؟ يعني خد اكزامبل اوبستي. واتس مينت باي اوبستي؟ السمنه. واتس مينت باي السمنه؟ بي ام اي. ماشي انتوا بتشرحوا لي لكن بقول لك المبدا اصلا معناه ايه؟ انكريز بودي انكريز بودي دفات في بوزيشن جوه جسم حضرتك دي فكره الاوبستي صح ولا غلط؟ هي انا بالظبط بشبه اللي عندنا الانسان بالعربيه في حضرتك بتحط بنزين في العربية دي؟ حسب ماشي حسب العربية ماشي حسب ايه الأهم؟ بالاستخدامات دي بتحرك بيها دي. لو انت بتتحركي بعربيتك مشاوير كتيرة محتاجة بنزين ايه؟ كتير. طب لو بتتحركي على قد البيت جنب الكلية مشوار صغير بنزينك يقعد بنزين قليل. طب لو حطيت بنزين كتير وانا استخداماتي قليلة ايه اللي هيحصل؟ العربية هتستخدم اللي هي عايزاه والباقي هتخزنه صح غلط؟ طب جيت انت تاني يوم حطيت بنزين تاني انت ما اتحركتش ايه اللي يحصل؟ هتاخد العزاء اللي هو شويه هتخزن الباقي. انت فكرتك كده انت محتاج تاخد انرجي سبلاينج فود كربوهيدرات وفاتس صح ولا غلط؟ بتاخد انرجي سبلاينج فودز او بتاخد محتاج كميه كالوريز معينه. انت محتاج كالوريز قد ايه؟ حسب الحركه بتاعتك نفس الفكره العربيه. طب لو حضرتك كلت كتير ايه اللي بيحصل؟ انت محتاج 2000 يتواكل بأكلك 3000 الجسم هياخد 2000 وقت والباقي هيتخزن. تاني يوم كلت 3000 ونص
جسمه ياخد 2000 ويخزن ال 1000 ونص. فهمتوا الفكره دي عندنا؟ فكره الاوبستي هو كرونيك، كرونيك هي حاجه هو مش واحد كان النهارده فكان عنده عزومه ولا كان خن، مش حد بكده، هي القصه ايه؟ كان ايام واسابيع وشهور وسنين انه كان بياكل كتير قوي عندنا. فهي الفكره في ايه عندنا؟ انه كان بياكل كميات اكتر من احتياجاته، فكان الجسم بياخد هو محتاجه والباقي بيخزنه. طب افك العلاقه دي ازاي؟ امنع الاوبستي ازاي؟ يعني يتقلل الانتاج، يزود الحركه. عشان انا دايما بقول ايه؟ تلاقي دكتور الدايت يقول لك ايه؟ كتير لازم تعمله. قال الاكل تلعب رياضه. لان كده تلعب رياضه بتعمل ايه؟ بتزود الايه؟ المصروف، بتتحرك كتير، فتحاول تحلل اللي موجود عندك. يبقى الاوبستي باي سمبل ديفينيشن هو انكريز اوف فات ديبوزيشن جوه جسمنا بسبب الانتاج عندنا ايه؟ الزياده. يبقى بسبب الانتاج عندنا الزياده. الاوبستي ليه اسباب كتير قوي. اشهرها على الاطلاق هو السمبل او الدايت الاوبستي اللي هو الشعب المصري يقع فيه، اللي هو بناكل كتير ما بنتحركش. طب في حاجات تانية نون سمبل او نون دايتري، ممكن يبقى في عندك ديسوردرز في الهايبوثالامس، ممكن يبقى مشكله ابنورمال جين. في ناس عندها مشكله كده بجد يقول لك انا باكل قليل بس بتخن بسرعه، وفي ناس العكس يقول لك باكل نفسي اتخن مش عارف اتخن. فقد يكون في ديسوردر في الهايبوثالامس، جينيتك ميتابوليك ديسوردر. انا مش جاي اتكلم في ميديكال بروبلم، انا جاي اتكلم في مين؟ في السمبل او الدايتري اوبستي. يبقى يعني نتكلم في السمبل او الدايتري اوبستي. يبقى تاني الاوبستي هي عباره عن كارب او ايه عندنا؟ اكسسيف اوف فات. عايز اقول لكم حته المعلومات كلها عامه. هو انت لما بتاكل كتير اول مكان بتخزن فيه فين؟ في جسمك. اول مره في حياتك تاكل، اول مره في حياتك تاكل كتير خزنت فين؟ الليفر. اول مكان بيخزن فيه الليفر. بس الليفر از ا فيري ليميتد سبيس. تاني مكان المسلز وهي ليميتد سبيس. ثالث مكان الفات سيلز ودي انليميتد سبيس. الفات سيلز لما حضرتك بتاكل كتير بتزيد في الايه؟ السايز. خلاص؟ تكبر الخلايا؟ طيب بتزيد في السايز، بتزيد في السايز لغايه ما السايز انفجرت، خلاص كبرت. بتزيد في النمبر. حبيت تخس المفاجاه تسبقك اول مره، ايه اللي بيحصل؟ السايز هيقل بس النمبر مش هيقل. فدي مشكله بتلاقيها في دايما الناس اللي كانت اوبيز وبتخس وبذل مجهود كبير على ما خس. يرجع يقول لك ايه؟ لخبطت اسبوعين ثلاثه رجعت تاني بسرعه، لان النمبر موجود. عشان كده دايما بقول للناس نصيحه غاليه. ما تحاولش تتخن من الاول. انك انت لو حاولت تتخن هتعيش طول عمرك ايه؟ خايف ترجع تاني، خايف ترجع تاني. عشان النمبر عندك ايه؟ زاد. فحاول من الاول انك انت ما تتخنش عندنا في عمرك. اتفقنا؟ اني هاو. طيب تعالى ناخد مع بعض الاوبستي. الاوبستي كان ليها قصه بحكيها بقى لها 18 سنه بالظبط. حصلت كان في كنا زمان ما كناش بنجيب الاوبستي في الامتحانات، ما كانتش مهمه في الامتحانات. وكنا بنقول الاوبستي مش مهمه وخلاص، والطلبه كانت خلاص مرات ما كانتش مهمه في النيوتريشن. لغايه لما في طالب ذكي ربنا يكرمه ويديله الصحه. طلع اسال اسم انا ذاك، انا حضرتك الاوبستي مهمه؟ انا بقى الطلبه اللي بتسال اسئله ذكيه. قالت له يا ابني في يعني في حاجات تانية اهم من الاوبستي، في عندك الفيشن سليمي، عندك اوستروبوزس، عندك حاجات مهمه تانية اهم من الاوبستي. فسال السؤال التاني الاكثر ذكاء، يعني حضرتك يعني نذاكرها ولا ما نذاكرهاش؟ قالت له يا ابني ذاكر الحاجات التانية ولو فضل عندك وقت بص على الاوبستي. معناها ايه بقى؟ محتاج مش اكتر من كده وضوحا. قال لي حضرتك انا ما فهمتش حاجه. يعني حاجه تجيبها ممكن تجيبها في الامتحان ممكن ما تجيبهاش في الامتحان. طبعا ست اتعصبت وقتها ربنا يديها الصحه، قالت له طبعا الاوبستي مهمه ممكن تيجي في الامتحان. لما اتسرب الخبر انا طبعا شرحتها للناس وكان اول سنه يجي فيها الاوبستي في الامتحان. ومن وقتها اصبحت الاوبستي ضيف دائم في الامتحانات وبقت من حلال النظر. هو طبعا بحكي القصه دي اكيد مش الواد هو السبب، لا قصدي الاوبستي بقت مشكله طبعا، اكيد مش الواد هو السبب في الدفعه دي وامتحانها كده. لكن عايز اقول لك ان في ناس اذكياء في كل دفعه موجوده. لكن انا عايز اقول ان الاوبستي بقت بجد بقت مشكله كبيره في المجتمع. يعني بقت مشكله نلمسها في المجتمع. وسبيشالي ان الاوبستي بقت اسوشيت مع ريسك فاكتورز ثانيه، السجاير زادت، الليكو فيسك اكتيفيتي زادت، انفيرمنتال بوليوشن زاد، فبقت في مجموعه كبيره من الريسك فاكتورز احنا عليها النهارده. طيب انا يهمني ايه في الاوبستي؟ طبعا الالك الات ريسك جروبس هاخدها بسرعه اللي هم الاطفال الصغيرين كده. البيبي لسه مولود عضه الاوبستي. اوفر فيدنج من ايه؟ من ارتفيشال فيدنج بالظبط. والميدل ايج صح؟ ليه الميدل ايج؟
فكنا ما شرحنا البنات اللي من قبل سن الجواز عندهم انيريكسيا نيرفوزا اللي هي البنات اللي خايفه انها تنخن بس اول ما تتجوز ايه حرمل نفسها تنطلق بقى سريعا اوكي او الناس الكبار او السايكولوجيكال ديستوربت اوكي دي السايكولوجيكال ديستوربت فكنا متروك قبل كده الدبريشن يعمل حاجه من الاثنين الدبريشن يعمل يخليك ايه تاكل كتير او ما تاكلش خالص اوكي في ناس لما جاي دبريشن تروح الثلاجه رجع الثلاجه وفي ناس جاي دبريشن ما تاكلش عشان كده او الناس اللي بي انترستد في الاكل بس الناس عندها اكل مزاج لا في ناس عندها اكل مزاج طب اقول لكم على حاجه بجد ودي هابت عندنا دي مشكله اقول لكم على حاجه بجد دي تسروب من اهم مشاكل الاوبيستي في مصر هي ارتباط الاكل بكل السوشيال ايفنتس في حياتنا تعالوا نفكر مع بعض الفرح اهم حاجه في الفرح ايه صح لا العريس ولا العروس شكلهم ايه ولا تفرق معايا القصه دي فانا مالي هما هيتجوزوا فكره البوفيه تطلع الناس كل كومنت في الفرحه بعد الفرح ايه البوفيه كان شكله ايه الجمبري خلص بسرعه اديكم امي كانوا جايبين ديك واحد بس يعني صح البلاك كان سخن المكرونه بشاميل كانت رايعه رائعه يعني دايما تلاقي كومنت الناس كلها على البوفيه بغض النظر العروسه شيك العريس لابس ايه مش مهم الفكره فين في البوفيه طيب الحاجه الثانيه ده انت هتلاقي مثلا طب اقول لكم على حاجه بلاش قصه اعياد الميلاد هي تورته وجاتو اكل صح ولا غلط طب اقول لكم على حاجه الخروجات لما عايزين نخرج مع بعض هناكل فين صح ولا غلط حد عمرك قال لك هنتمشى فين النهارده هنروح فين النهارده الفكره ده ممكن تنتهي الخروجه بان احنا ايه نقعد نطلب دليفري بالظبط اللي هو نقعد نطلب دليفري خلاص مش لازم نخرج الجو برد احنا مش عايزين نخرج نطلب دليفري فاصبح ارتباط الناس بجد في كل حياتنا بالاكل صح ولا غلط ده خلى القصه عندنا ايه ان بجد بقى الناس يجيب لي انترست في الاكل عندنا اني جاب ناخد بقى سؤال مهم وات ار ذا هازرز اوف ذا اوبست ايه مشاكل الاوبست في وجهه نظرك وات ار ذا هازرز اوف ذا اوبست ايه مشاكل الاوبست الرسمه لخصت الهازرز في ثلاث حاجات الرسمه اللي قدامكم دي مهمه قوي المهم الرسمه دي مهمه الهازرز مهم عندنا طبعا اه لو كانت حضرتك مع طبعا دي الهازرز انا كنت معذر انا كل قلت قبل كده طبعا ده كان بجد كل حاجه بقولها طبعا كل كلمه في الكتاب مهمه يا جماعه طبعا كتاب قيم وكل معلومه قيمه وزيت الراجل لابس تفاحه والست لابس كمثرى يعني قصدي اتصل اللي عايز اقوله على حاجه ده السؤال ده مهم فعلا الاوبستي عندنا ليها ثلاث مشاكل الاوبستي على اليمين خالص ليها ميكانيكال بروبلم يعني ايه ميكانيكال بروبلم حضرتك شايل واحد معاك وانت ماشي اتنين عندها مشكله انكريز فري فاتي اسيدز هنتكلم عليها ثلاثه مشكله السكس هرمونز امبالانس ايه مشكله الميكانيكال حضرتك عندك كميات فاتس مهوله تيجي تنام بالليل اللي يحصل سليب ابنيا وسنورنج اللي هو الشخير والكلام ده كله بسبب زياده كميات الفاتس المهوله مش قادر تتحرك الست تروح للدكتور يا دكتور اوستيوارترايتس ركبي مش قادره تشيلني مفاصلي مش قادره احركها يا دكتور عندي لو باك بين ظهري وجاني باستمرار يقولها ايه خس يا ماما يا دكتور ده انا ما باكلش حاجه خالص ده انا امبارح متعشيه هم قد كده وطبق قد كده ورغيف عيش قد كده وقصه كده خس يا ماما ففكرت عندنا ايه بقى كل ديت ميكانيكال بسبب زياده الوزن الاوستيوارتيكولار الاوستيوارترايتس الباك بين اند سو اون تيجي تطلع السلم ايه اللي يحصل انت شايل واحد معاك شورتورز باث ديسني مش قادر ياخد نفسه بشكل اوكي الفاتس ضغطه مش قادر تاخد راحتك خالص في الحركه عندك طيب انكريز الفري فاتي اسيدز عندنا بيسبب عندنا اثيروسكلروزس هايبر ليبيديميا بيسبب مشكلتين كبار جدا 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 اشهر تو كرونيك ديزيزز من الاوبيستي هما الكاردي فاسكولار ديزيز كهايبرتنشن وكرونيك هارت ديزيز او الدايبتس الدايبتس بالذات ويتش تايب عيان السكر عمره ما يتحسن بالعلاج لوحده من غير ما ايه الحاجه الاخيره سكس هرمونز امبالانس قال لك ان في عندك سكس او عندك هرمون ديبندنت تيومر بسبب الريسبتورز دي الهازس عندنا اوف ذا اوبستي طيب ازاي نعمل اسسمنت اوف ذا اوبستي ممكن ناخد ديكليشن هيستوري من العيان ممكن اسهل من ده كله تعمل ايه يوزنوا كانت حاجه كنا نحسب له حاجه اسمها خدنا امبارح ام اي ورايت ويت والويست خدنا صح خدنا امبارح طيب قبل ما نخش على البريفنشن والكنترول ذا اوبستي عندنا ايه الابروتشز اللي على اساسها تعمل مع الاوبستي
امبارح خدنا البي ام اي بس فكرت بيها عشان الناس اللي حضروا معانا. في ناس ما حضرتش لو سمحتوا ذاكروا الكلام ده مهم قوي. البي ام اي ده كنت بحسبه ازاي؟ الويت بيسه بالايه؟ كيلوجرام على هايت متر سكوير. الهايت بالمتر سكوير. النورمال كام؟ 18 to 20 25 to 20 25 to 30 25 to 30 25 to 30 كده بقى عندنا لك انا اتصرف ازاي. ايه رايك اتصرف ازاي مع عين اللوجستي؟ ممتاز. حسب الديجري اكيد ده ليه صرفه وده ليه صرفه وده ليه صرفه. بديك اكستريم ده صرفته ايه؟ انت لا لسه مش اوبيس شويه اكل ظبطهم مع شويه رياضه. طب ده عمليات فهمت ازاي؟ يبقى القصه عندنا تختلف. فلذلك مانج عيان الاوبيستي مش سهلة حسب الديجري وذا اوبيستي وحسب عنده كومبليكيشنز ايه. صح ولا غلط؟ يعني احيانا بيجي لك عيان من اللي هو ال 3 اللي هو فوق ال 40 وعين هايبرتنسف وعيان عنده اسكيميك هارت ديزيز. انا مش بهرب، انا لازم اخش اعمل عمليه حالا او الاسبوع ده، احنا مش بنهرب. القصه مش قصه شكلك ووزنك ولبسك والحاجات دي كلها. القصه ايه؟ انا قصه الاوبيستي بيوند الشكل والحاجات دي كلها، which is important للناس، لكن بيوند القصه دي في الايه؟ في صحتك وحياتك. انت قلت معلومه امبارح لو انا فكرت بيها، ان عيان الجريد 1 اوبستي بيبقى عيان 1.3 للمورتاليتي للنورمال غير 5 دي 10 مرات في القسم ده ليك. طيب بص معايا، الكتاب قال لك هنتصرف ازاي مع البي ام اي اللي هي قال لك اول حاجه لازم نحدد البي ام اي للعيان اللي هي من 25 ل 30، من فوق ال 30 اللي بعدها فوق 35 اللي بعدها فوق ال 40. بس دي خطا من الكتاب سفر اسفل. فين؟ الكتاب من فوق من 25 ل 30 وبعدين فوق ال 30 وبعدين فوق ال 35 وبعدين فوق ال 40. صرفها لي بس كده. يبقى انتوا شايفين هنعمل اربع خطوات. اول حاجه العين حاجه احسب له البي ام اي. لو طلع من 25 ل 30 هعمل له ايه؟ فوق ال 30 لغايه 35 هعمل ايه؟ فوق ال 35 هعمل ايه؟ فوق ال 40 هعمل ايه؟ اثنين هحدد وجود عنده اي كومبليكيشن من دول. فاكرين الكومبليكيشن كانت الرسمه من شويه؟ اللي هي الميكانيكال او الميتابوليك او الكيس فاتي اسيد او الهرمون. يبقى هاخد اي حاجه من دول عندك. طيب حددت عنده اي حاجه من دول. لو من 25 ل 30 انا هعتبره ستيج كامل. مش هعتبره ستيج حاجه، هعتبره اوفر ويت، ده مش اوبيز لسه. طب فوق ال 30 هعتبره ايه؟ اوبيز. اوبيز. يسموها سي زيرو او مايلد اوبيستي عندك. طب فوق ال 35 هعتبره ايه؟ مودريت. اللي هو ستيج 1 خاصة لو معاه واحدة أو اتنين مايلد أبوليك كومبليكيشن. طب فوق ال 40 هعتبره إيه؟ موربيد أوبستي. موربيد أوبستي أو نسميها ستيج سيفير أو ستيج 2، يعني سميها 0 1 2 1 2 3 مش تفرق. يبقى عندك أربع حاجات، الأوفر ويت هي الكتاب سماها ستيج 0 1 2 اللي هي مايلد مودريت أند سيفير. نعمل إيه في كل واحدة من الأربعة؟ أول واحد حضرتك هتعمل معاه اللي هو الأوفر ويت. لايف ستايل. بس يعني إيه؟ لو سمحت قلل اكلك، ظبط اكلك ولا ابيض، لايف ستايل، ما عنديش اكتر من كده اقدر اديه. طب اثنين ده بقى مايلد اوبيستي، الحل ايه؟ لايف ستايل. بس خليني اقول لك كلمه يا رب تفهمها مني، انتنسف لايف ستايل. يعني ايه انتنسف؟ ستريكت، مش بهرج. خلي بالك انت في الاوفر ويت انت رجل بره ورجل جوه، انت لا نورمال ولا اوبيز. فاقول لك خلي بالك، حاول تظبط نفسك وترجع طبيعي. لكن المايلد اوبيستي انت حطيت رجلك فين؟ في الاوبيستي. لو سمحت الموضوع مش تحريكي، لازم تخس. لازم تلعب رياضه، يعني مش اوبشن، مش بريفيربل، يبقى اذا مصر. طب ثلاثه اعمل له ايه؟ انتنسف لايف ستايل. وحاجه ثانيه هنا بقى، هنا بقى اللي دخله من 1 ل 2 او من مايلد لمودريت، رجوعك للنورمال صعب، فمحتاج اساعده بميديكيشنز اللي حاجات بتسبريس الابيتايت فالدونر وذن الحاجات دي تكون سيف. لان فكره اللايف ستايل لوحدها مش تنفع مع العيال. لو كانت نفعت كانت نفعت معاه فين؟ في اول خط. طب ثلاثه يبقى الفكره ان انا مش بس طبعا كلام ماشي برضه معايا لايف ستايل وبرضه ممكن اديله ميديكيشن، بس انا محتاج اعمل سيرجري انترفنشن. فهمت الفرق بين اربعه؟ يبقى دي هاو تو ديل مع العيان الاوبستي بتاعت اي واحده عندك. طيب السؤال الاخير بقى عندنا،
اوكي هم ملوش علاقه باللوجيستيك، انا كده خلصت لوجيستيك. بس هقف على سؤال اخير وهو سؤال نظري فقط، ما جاش من حد قبل كده تقريبا. يعني من الحاجات اللي مش مهم في الناس نعرفه، وهقف عند حته النيوتريشن اند كرونيك ديزيزز. البلد عملت ايه من اجل النيوتريشن؟ البلد كتر خيرهم عملوا ايه من اجل النيوتريشن؟ سياسه العيش الويت بوليسي، سياسه الامن. القمح هو انا بعتبره الاكل البوبولر للناس، لان العيش هو الكومبوننت الاساسي اللي الناس كلها بتعتمد عليه. فعملوا في سياسه القمح ان هم حطوا القمح بسعر مناسب وعملوا فورتيفيكيشن عنده. اوكي فورتيفيكيشن بيه العيش، عشان كده بتلاقي ان رغيف العيش ده بيجي في حته مسمار بر اي حاجه، دي كلها حاجات مقصوده هو فورتيفيكيشن طبعا موجوده عشان تلاقي، او ممكن تبقى نشاره حديد تبقى طبعا طعمها اسهل في البره والابسوربشن اند سو اون. اتنين عملوا فورتيفيكيشن للاكل. انا قلت الفورتيفيكيشن قبل كده زي ايه؟ الايودين على ايه؟ الملح. النهارده قلت لكم الايه؟ الزيت. بحط له ايه؟ ايه ودي عايز احط ليه الحاجات اللي فاتت؟ دي الفورتيفيكيشن. امال السبلمنتيشن يعني ايه؟ انت اللي قلتها لي يعني ايه سبلمنتيشن؟ زي ايه خدناها قبل كده؟ الايه؟ كنت بديه امتى؟ 9 و18 100,000 و200,000 والامهات امتى؟ بعد الولادة. ايه تاني غير الايه؟ دي والايرن. الدي والايرن. الايرن كانت بتاخد الام كام؟ 60. امتى؟ 24 لغاية 3 شهور. ممتازة. والاطفال بياخدوا كام؟ 6 ملي جرام بير كي جي بالويت. فامتى؟ 7. ليه 7؟ بعد ما خلصنا الاكسبريس والنسفيني صح ولا غلط؟ والشهر 15. ناخدها لمدة شهرين اهو. اتفقنا؟ فهمنا الفكرة عندنا؟ اخر حاجه عملت نيوتريشنال ريليتد اكتيفيتيز، يعني عملنا اميونايزيشن او نيوتريشنال انفايرمنتال تشينج. اتفقنا؟ سهله كده. انا كده خلصت بالكامل، كده خلصت بالكامل. خلي بالك شابتر نيوتريشن شابتر كبير، اكبر شابتر في الكتاب. انا خلصت بالكامل البالانس دايت والمينيوتريشن. فاضل ان شاء الله بكره باذن الله هقول لك علاقه النيوتريشن ايه بالكرونيك ديزيزز، وبعدين ناخد بقى الحاجات اللي في اول الكتاب. دي حاجات بقى سهله، البروتين موجود فين في الاكل والفانكشن بتاعته في ايه، والحاجات دي بيجوز كبير منها مصر. جزء كبير جدا في القراءة. اتفقنا؟ سهلة؟ Thank you for your time. شوفوا بكرة إن شاء الله.